السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم، شجاع بخير، نتمنى دايرين بخير وعلى خير ان شاء الله. راه حنايا دابا في الطوز وراخت، دابا ان شاء الله غادي نكون واحد الفيديو من هنا من الطوز وراخت حتى الطريق اللي دارو، الطريق السريع اللي دارو بين حسين وكازا، رحنا فيه دابا ولا بيتنا هكا. زيت زوراخ في التفابريد، زيت زوراخ جيت لبينتي، اقل بلاغا بينتي قيمتي كاين ضح. حنا غادي دابا الجهة ديال بينتي، ومن بينتي راه كاين قسيطة وزيد وزيد بسرا ما يهمنا، نروحو عند التفابريد زيت زوراخ راه بينتي قيمتي كاين ضح. زورا خاك تواني منود، يلا شان شحال دنا المدرة هذا كيلو متواري منود، هاكا مشوار من الطبيعة إذا كان يعني، الطبيعة مليح بزاف صراحة. زورا كيمتي كيما هاكا أكون سعدنا عام أسيدي، أبري ديك كيم في جديد، طريق سريع في السنان، كتورم شحال نتا الزر، يعني أمو تورود الصراحة، أمو تورود، وفيكم السمارة بريدة الدينامية، يعني جنوب بريدة مليح بزاف الصراحة. كارسد يوزعوا لنا مقال كارسد، أمس كوارو جاو تيوض غا باين تيغا نضو قصد، لوكا الحمد لله داز غا موتورود هاكا مشتوران، أمس كوارو هيتما جابنا تكخسد الصراحة. في الأول كان الطريق صعيب، ماشي غير صعيب وصافي، صعيب بزاف، ودابا الحمد لله بحال لوتوروت كما كتشوفوا. احنا يا ما درنا والو وصلنا ده. وصلنا بني دافرويت، يعني كتدخلوا ليها من هنايا كما كتشوفوا، قريب وصلوا دابا لباينتي، روسي قيمنا انا وغا باينتي. موتورات مش تمام والله، لا موتورات زاديت ما شوف، زاديت
احنا وصلنا لبينتي كما كتشوفوا. ها هي بينتي بلاكا بينتي كما كتشوفوا. بينتي يعني ما درنا والو الصراحه، ما كاين حتى 3 دقائق هكا 5 دقائق ما وصلش. هادي هي بينتي اخوتي، هو مكان بينتي. غنكملو فيديو ان شاء الله هنا اليوم لي قدرانو مكان بوعير ما قمت كين كاسيطة انطف ابرين كاسيطة. قوم انا اخوتي غادي نقبطو الطريق اللي كيدي الكاسيطة، يعني الجبل بوعير ما. قوم انا كنوض غير كنت هنا يكينا من طبعا انت روحك كاخذ اقليم دريوش. احنا دابا في اقليم دريوش، من كيمز قبل يدوي يخدموها اكش مش دوار مروخا وفوق هو اول تشمي الدوار راه يكمر، يعني الخرجه من هنايا دابا غادي نقلطو. ها هو دابا ديك البلاصه اللي باقي ما تصاوبات كما كتشوفوا، هذه هي البلاصه اللي باقي ما تصاوبات والباقي كلش راه غيدير واحد القنطره كبيره بزاف، يدير واحد القنطره كبيره بزاف. كما كتشوفوا راه هنايا لتحت غيدير واحد القنطره كبيره كما سمعت، والله اعلم داكشي اللي غيديروها من اللي راهي بلاصتها. هذيك هي اللي بقات لهم، ديك هي القنطره اللي بقات لهم الوحيده، غيكون الطريق مجهز من طرف تطر من تازح حتى الحسيمه، يعني غير داك القنطره اللي بقات، ما الباقي كلشي دار مسرى ما يتما. الطريق السريع ابقى احسن لي كما كيما سندا القنطره غادي نقرا فين نخدم دايس وخا ابري دا قريب قام شنو هو جات كخان خدا خان الصراحه زاي بريدا مشي كيا اتصابرو خان الفرق ايكوا ايكوا النغنيط الفرق مغابس. عقد زماني زيد ما يروح خاص السير قنطره ني السيد غادي يوقع السير جيت ديال المغنيط القنطره غادي تكون من الجهه الاخرى كما كتشوفوا. ها هو الطريق دابا كما كتشوفوا، ها هو هذا هو الرمسه وباقي لهم غير القنطره كما كتشوفوا. ها هو الطريق دابا الجديد، ها هو دابا الطريق اللي دار بديت زعما واحد الطريق ما شاء الله الصراحه. ما يثمر السعدة يومتي
أبريدة حتى ربوع عير ما أروح إن شاء الله أكون من السعدة زيستان إن شاء الله حتى الكاسيطة دي فيديو النغرب قمت كير مخ أصلا هيت ما موتو رسو وخاد إيش سعد وخاد سوند الحمد لله يريو أتفرينات خرخضار الدور الخرخضار واش تورا ما يثنى وخصها تقيم نعم سيدي التسعة تجدو في الغبارة مثلا يعني وادي نقول مشكل الحمد لله التسعة موجود أمس قارو جو خا وادي حنا غنبدل وادي حنا غنغدويا صراحة الحمد لله روح مش تورا مزال مبرد رائع الصراحة مبرد مليح بزاف هاكا تلقى دواء البوعير ما باش تورى ما يتما عمو تورط اشوف على الجماعة هنا تبارك الله انا كيعجبوني الجوال الصراحة نشوف فيهم